imaging of intracranial cysts. وهذا الموضوع على حد علمي يعني كان أحد الأسئلة اللي بتيجي دايما في الامتحانات. كنت أتكلم على cystic lesions in the brain، وكان في وقت من الأوقات يعتبر يعني رسائل بتتاخد في الماجستير وكده، انك انت تتكلم على السيستيك ليجنز اللي ممكن تطلع انتركرين. لما كانت الامور كده فاحنا حبينا ان احنا ما نقتصرش على الحاجات اللي هي السيستم المعروفه. اذا كان ده سؤال في الامتحان فانت هتتكلم على السيستم المعروفه اللي هم الاكسترا ابزيال سيستس زي الاراكنويد والابيدرمويد والديرمويد والباينيل والانترا اكزيال سيستس، وعلى راسهم الهايداتيد والبورينكافاليك سيست والاستروسيتوما سيستيك تايبس اللي هم البايلوسيتيك استروسيتوما والبي اكس اي. ويعتبر من السيستيك ليجنز الابسس والسيستي سيركوزيس والسيستيك ديبوزيتس والميلينجيوما سيستيك كومبوننت والليبتوميلينجيال سيست اللي هو بوست تروماتيك جروينج سكال فراكشر. اسمه ليبتوميلينجيال سيست واحد بيتخبط وبعدين يحصل له فراكشر وبعدين يحصل انتربوزيشن اوف سي اس اف بتوين ذا فراكشر ايدجز، فيجي الفراكشر ما يرضاش يقف في مكانه، يقعد كل شويه يوسع يوسع يوسع، بيسموه growing skull fracture أو leptomeningitis. دولت وطبعا من ضمنهم الكولويد، والكولويد محطوط كده بعلامة لوحده لأنه هو ده تقريبا السيست الوحيد الأبيض في كل الحاجات دي زي ما نشوف دلوقتي. معظم الحاجات الانسيدنس بتاعها تقريبا 1%. الأراكنويد زي ما انتوا عارفين CSF containing lesion بيطلع في اماكن معينه. اشهر مكان على الاطلاق للاراكنويد هو against the greater wing of the sphenoid. فلما بتلاقي cystic lesion containing مية زي CSF في كل الصور CT و MRI and you think first possibility ان ده يكون اراكنويد cyst. CSF density مفيش enhancement مفيش كالسيوم، ساعات لما بيكبر بيعمل bone remodeling لانه is a slowly growing lesion ممكن يأفكت البون. وموضوع intracystic vessels ده نقوله دلوقتي. Then the main site of arachnoid cyst هو sylvian fissure، وبعدين ممكن يطلع cerebellopontine فيتلخبط مع الابيدرمويد، ممكن يطلع retrocerebellar فنتكلم عليه مع الحاجات اللي هي retrocerebellar cystic lesions زي الداندي ووكر وكده في الهيدروكيفالوس، وممكن يطلع سوبرا سيلر وهنتكلم عليه مع السله، وممكن يطلع انترفنتريكولار وجبنا سيرته لما اتكلمنا على الانترفنتريكولار ليشنز. ده المقصود بالبون ريمودلنج انك انت بتلاقي السيست ده. على فكره اشهر مكان على الاطلاق للاراكنويد العظميه ديت اسمها ذا جريتر وينج اوف ذا سفينويد، وهذا الاراكنويد سيست بيكون لازق فيه انتيريور تو ذا تيمبرال لوب. مع مرور الوقت وكده بتلاقي العظم بقى thinned out رفيع جدا زي ما انت شايف حتى في البون ويندو، زائد المودلنج دوت ان هو ما مقوص لقدام شويه او لبره شويه وكده. And this is one of the characters of arachnoid cyst. ده كبير شويه ودخل جوه الاوربت وعمل بروبتوزس، ودي من الحاجات مش معهوده قوي على الاراكنويد سيست. ان MRI will show the arachnoid cyst low signal في T1 and high signal في T2. Intracystic vessel اللي هما كانوا بيقولوا عليها this is the sign بتتشاف في MR اكتر منه في CT، نتيجة ان this is the cystic lesion which is soft وهو موجود في حتة مليانة بالvessels اللي هي البرانشز بتاعت الميدل cerebral artery. Then one of the lesions may indent the wall of the cyst فيبان كأنه هو جواه. And this is not a sign ولكن معروفة في الأراكنويد وبتفرقوا عن أي تيومر تاني. لو تيومر طلع في الحتة دي في الغالب ما بيكونش فيها هذه الساين اللي هي intracystic vessel. And the arachnoid cyst may be bilateral، ممكن يبقى الاتنين شبه بعض وممكن يبقى واحد أكبر من التاني.
زي احنا شايفين هنا this is bilateral arachnoid cyst واحد كبير شوية اللي هو الرايت سايد. في الفلير ايميجز the arachnoid cyst will show the same signal as the CSF ولكن الابيدرمويد بيوري سيجنال رصاصي غير السيجنال بتاعة الايه ال CSF. And in the sagittal image you will see the arachnoid cyst anterior to the temporal lobe زي ما انت شايفه برضو في الـ. ولو جالك الصورة في السجتال يبقى هما يعني ناويين لك نية سيئة لأن الـ appreciation of the lesion in the sagittal ما هوش بنفس السهولة بتاعة الايه زي كده. يعني إذا أنا عاوز مش أنا يعني حد عاوز يمتحنك وجاب لك الصورة ديت وده بالنسبة لهم أو بالنسبة لنا برضو يعتبر spot diagnosis. Then ممكن يعني تلاقي صعوبة في انك انت you think of this as an arachnoid cyst ولكن this is the site of the arachnoid cyst in the axial images اللي هو against the greater wing of the sphenoid. And نتيجة بقى وجود الاراكنويد في حتة تانية كتيرة جدا في صور كتيرة قوي للاراكنويد متشافة واعتقد في حد كان وراني حالة على الموبايل زي دي بالظبط تقريبا اراكنويد سيست طالع من السوبيريور سيريبيلر سيستير ولما بيكبر قوي ممكن يبقى ورا وممكن يبقى قدام اي حاجة المهم ان هو CSF containing lesion does not enhance with contrast مفيش كالسيوم مفيش سيبتيشن مفيش اي حاجة خالص وليه علاقة بالسيسترنز. تيجي بقى للإبيدرمويد والإبيدرمويد ممكن يكون الفريكونسي بتاعته أكتر شوية من الأراكنويد ولكنه مكانه الرئيسي عند السيريبيرلوبونتاين أنجل مفيش مانع يطلع فوق السلة مفيش مانع يطلع في الميدل كرينيال فوسا في نفس المكان بتاع الأراكنويد سيست أو يطلع إنسايد ذا سيستيرنا ماجنا زي الريتروسيريبيلر زي الأراكنويد برضو. This is a hypodense lesion, CSF density, lobulated surface وديت واحدة من العلامات الشهيرة بتاعت الإبيدرمويد إن السيرفس بتاعه is lobulated في حين إن السيرفس بتاع الأراكنويد is smooth. And this cyst may show calcium ولكن الأراكنويد ما بيوريش الكالسيوم. ووريت لكم المثال دوت اللي هو إبيدرمويد cyst at the cerebellobontine angle T1 أسود T2 أبيض بالصبغة ما فيش enhancement وبعدين في الفلير رصاصي ملوش دعوه بالسي اس اف وبعدين في الديفيوجن في ريستريكتد ديفيوجن. يبقى زي ما احنا اتفقنا لو الاراكنويد او الابيدرمويد واحد طلع مكان التاني فالتفرقه بحاجتين بالفلير والديفيوجن. يعني مثلا ده سيست موجود قريب من المكان بتاع الاراكنويد ولكنه لوبيوليتد اوت لاين وفي الفلير ما هوش اسود وفي الديفيوجن ريستريكتد يبقى ده هوت ايه ابيدرمويد سيست. And this is the classic appearance of epidermoid cyst at the cerebellobontine angle low signal في T1 high signal في T2 ولكنه مش اسود في الايه في الفلير. الديرمويد سيست بيتشخص بوجود الفات والكالسيوم والديرمويد سيست ممكن يبقى موجود في اي مكان برضو ولكن معظم الاماكن بتاعته بتبقى في الميد لاين سواء فوق السلة او ورا السيريبيلم ده او ده من الحاجات الاماكن في النص بالظبط قدام او ورا. التشخيص بتاعه يعتمد على وجود الفات ويعتمد على وجود الكالس. واي حد هيقول لك ازاي عرفت ان دوت فات علشان هو اسود بكتير قوي من الميه اللي هي موجوده في السوبراسيلر سيستم او في البريبونتاين سيستم. وطبعا الام ار از مور سنسيتيف فور ديتكشن اوف ذا فات especially ان ذا تي 1 ويتد ايمج اند ذس از ذا ليجن باي سي تي اند ذس از ذا ليجن باي فات باي ام ار اي. ام ار اي شوز هاي سيجنال اوف ذا ليجن. ايه اللي يخليني اقول ده مش هيموريج؟ السي تي صح؟ السي تي يعني انا اقعد في السي تي this lesion is of fat density compared to the CSF اللي موجود هنا وهنا and this is fat in an epidermoid cyst. Then this is T1 weighted image and this is T2 weighted image. الديرمويد بيختلف عن الليبوما في ان هو مش فات صافي يعني معاه فات وحاجات تانية. ففي الـ T1 weighted image الفات هيبقى ابيض والحاجات التانية هتبقى سيجنال مختلف. وفي الـ T2 weighted image برضو نفس الحكاية الفات هيقل شوية في السيجنال والحاجات التانية هتزيد شوية في السيجنال فيحصل هذه اللخفنة. ولكن الفيصل في الموضوع هو الـ T1
and the detection of fat inside the lesion يساوي dermoid cyst. And this is an example of a dermoid cyst اللي هو اللي انت شايفه في midline. في نقط بيضاء representing fat وفي حاجات intermediate signal representing other tissues. And this is the dermoid cyst in the T2 weighted image. الحكم على الدرمويد أفضل بكتير جدا في الـ T1 أفضل منه من الـ T2. And this is CT of a dermoid cyst with fat and calcium in the supracellular area. By MRI, the fat is bright and the other tissues are not bright. And you remember إن أنا قلت لك كل لما تشخص dermoid cyst لابد إنك أنت تبص في الـ CSF spaces علشان دايما يشر في الـ CSF spaces fat. ودوت عامل كده فعلا إنك أنت you see this high signal spots in the quadrigeminal cistern وهنا وهنا and these are leakage of the dermoid cyst into the CSF spaces. وده dermoid cyst موجود في midline بس ورا في فات وفي other tissues وفي كالسيوم وفي ال MRT1 الفات لونه أبيض and this cyst is leaking in the CSF as well as in the ventricles and you see the fat is طبعا أخف من المية فهو is floating on the surface of the CSF لأن المريض نايم على ظهره لكن the difference between fat and CSF is not well appreciated in the CT في حين أن الفرق جبار جدا في ال MRT1 weighted image. The binial cyst is an incidental finding موجود in the region of the binial body. وهو cyst مليان مية مفهوش أي مشاكل ما بيتشافش كتير in the clinical practice لكن بيتشاف كتير post mortem يعني بعد العملية بعد تشريح الجثث والحاجات زي كده ممكن تلاقي. And this cyst is asymptomatic إلا إن هو يكون كبير. لو كان كبير وفي هذه المنطقة ليه علاقة جامدة جدا بالأكويدكت فهيسدها فيحصل للعيان هيدروكيفلوس. And the cyst is usually containing fluid signal أو fluid density وبالتالي بيوري CSF density on the CT and CSF signal on MRI ولو حانته صبغة ما بياخدش صبغة. وفي بعض الأحيان في بعض الأحيان بيكون السيست كونتنت أعلى شوية في الدنسيتي نتيجة اختلاف الإيه الماتيريال اللي جواه. ولكن this binial cyst is معروف جدا ولما بتشخصه بتطنش وبتقول للعيان خلاص this is an incidental finding and forget about it اللي هو هذا السيست اللي موجود in the quadrigeminal cistern in the T1 قبل الصبغة وبعد الصبغة the cyst does not show enhancement. يبقى احنا عندنا كام واحد اكسترا اكزيال؟ أربعة الاراكنويد والابيديرمويد والديرمويد والباينيال عشان الباينيال موجود في الكوادريجيمينال سيستم. انترا اكزيال سيست اشهر واحد على الاطلاق هو الهايداتد والهايداتد هو الكورة الوحيدة اللي مليانة مية inside the brain tissue. It may be unilocular or multilocular, may be multiple or single, usually shows the CSF density, مفيش إديمة مفيش enhancement ولكنه may show calcification. And the hydrated cyst may show the typical finding of hydrated everywhere in the body اللي هو كورة كبيرة وجواها كور صغيرة. And if you see this, you are sure that this is a hydrated cyst. وهذا الهايداتد سيستم ممكن يكون مالتيبل كور 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 انسايد ذا برين بارينكيما سواء في السي تي او في الام ار اي. البورنكيفاليك سيست عباره عن حته ماتت من البرين تيشو وتحولت الى جلايوزس وفضل الفنتركل يوسع يوسع لحد لما الاثنين بقوا حاجه واحده. And this بورنكيفاليك سيست ممكن يكون برايمري يعني العيان مولود بيه ممكن يكون secondary يعني جاله حاجة موتت البرين تيشو زي الانفاركشن او التروما او الانفكشن او الجراحة كل الحاجات دي بتموت حتة من البرين وتتحول الى سائل والسائل يكومينيكيت مع الفنتركل then you got the borencephalic cyst. الكولويد سيست لو انت عاوز تحطه في مكان it's an intraventricular lesion وفاكرين لما اتكلمنا عن الفنتركلز قلنا ان الكولويد واحد من الانترافنتركل باثولوجي and it is located inside the anterior part of the third ventricle in the midline near to the foramen abdominum and this cyst is diagnosed mainly by its site وليس بالشكل يعني مكانه بس in the anterior part of the third ventricle is diagnostic بغض النظر عن لونه لو كان ابيض او كان اسود او او او
ولكن الكولويد سيستم بصفه عامه ده كونتينز كولويد ماتيريال، وعشان كده بيكون ابيض في التي 1 ولو حقنته صبغه ما بيرضاش ياخد صبغه. لكن ممكن الكولويد يكون اسود في السي تي ويسود في الام ار برضه، ويبقى كولويد بناء على المكان اللي هو اللي موجود فيه. And this is the typical appearance of colloid in MRI T1 weighted image, bright lesion in a characteristic location. وبما ان هو قريب جدا من الفورامينا اوف مونرو ممكن يعمل obstructive hydrocephalus. وهذا السيست زي ما مكتوب كده variable signals depending on the contents. ممكن يكون في T1 اسود او ابيض، وممكن يكون في T2 اسود او ابيض. لكن هذا الليجن does not enhance. والكتب بتقول لو انت حقنت اللي انت شايفه كولويد صبغه وخد الصبغه فكر في تشخيص تاني. It is not a colloid. نيجي بقى للليجنز اللي احنا جبنا سيرتهم واحنا ماشيين قبل كده كتير جدا ومش هنعدهم تاني، احنا كنا عاوزين نقول بس الجماعه اللي فاتوا دول. لكن if this topic دوت هو موضوع الامتحان او انت بتتسال في الشفوي، فانت بتقول ان انت عندك 4 اكسترا اكزيال سيست اللي هم الاراكنويد والابيدرمويد والديرمويد والباينير، وعندك 3 انترا اكزيال سيست اللي هم الهايداتد رقم 1 والبورنكيفاليك والسيستيك استروزيتوماس بنوعيها بايلوسيتيك وبي اكس اي. لكن في اذر ليجنز كان اوكير از او كان بريزنت از سيستيك ليجنز زي الهيمانجيوبلاستوما مثلا. الهيمانجيوبلاستوما ذا سيست ويز ان انهانسينج ميرانوديول لسه قايل لنا في البوستيرو فوس. والابسس از ا سيست وبلي مارجنال انهانسمنت. والسيست سيركوزس از ا سيست وجواه نوديول. والمينينجيوما ليها سيستيك كومبوننت. والبايلوسيتيك استروسيتوما والبي اكس اي والسيستيك ديبوزيتس. وفي السله في سيست مشهور قوي اسمه راسكس كليفت سيست، والكرينيو فارنجوما واحدة من السوبراسيلر تيومرز اللي فيها سيستيك كومبون. بس كده، ايه رأيك في المحاضرة الجميلة السفيفة ديت؟ ممتاز.